الله وبركاته. اليوم راح نتكلم منكم عن complimenting in English. الأمريكان هو يحبون المجاملات. complimenting يعني شلون تجامل شخص، شلون تمدحه، شلون تقول إنه أنت مقدر للشيء مالته. فهم يحبون المجاملة. فواحدة من الأشياء اللي يستخدموها الصيغة اللي تقدر تستخدمها that at. فشلون تقول that's a wonderful place you have. That's a beautiful garden you have. أو تقدر تستخدم what. What a wonderful place you have. What a wonderful t-shirt you have. And هذا معناه يعني إنه أنت تطري على الموضوع مالته، إنه جاي تقول له فد شيء، هذا الشيء اللي عندك حلو. هم يحبون المجاملة. أو تقدر تستخدمها بالأسلوب الماضي be was. Wow, wow, that was great. That was beautiful. That was wonderful. هذه واحدة من الأشياء اللي تقدر تستخدمها اللي تكون بالماضي. أو تقدر تستخدم لفظة you look great today. Wow, you look amazing. You look fantastic. So هذه الأشياء اللي تقدر تستخدمها للمجاملة بالأمريكان. والأمريكان عادة يحبون الـ appreciation، يعني الامتنان لهم. فاللغة ليست فقط هي كلام، أيضا هي culture، ثقافة. فهذه واحدة من الأشياء اللي لازم تتعلمها عن ثقافة اللغة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لايك، شير، سبسكرايب. مع السلامة.